يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة أن يسجد المسلم بين يديه أي قريبتين من وجهه؟ ثم يقول هل من السنة أن يضع المسلم عند السجود يداه أو يديه قريبتين من وجهه ثم يجافي بينهما، أو يسجد وهما بعيدتان عن الوجه؟ ذكر أهل العلم أنه يجعل يديه في السجود حذو منكبيه، يجعل يديه حذو منكبيه لا يجعلهما حذو وجهه. نعم.